السياسة ففرنسا درستها في جامعاتها سنة 1954 وهو تاريخ مبكر ومفكر إذا قررنا لا بد لعلم السياسة أن يقلص من علو المناهج الرياضية والإحصائية ناجح في علم السياسة ويشرفنا حضوره في هذه الجلسة. الكتاب في الحقيقة هو مقدمات لعلم السياسة وهو كتاب يحاول تأسيس مقاربة جديدة لعلم السياسة مغربي محلي يحاول أن يقدم فيه خلاصة ما استجد في مجالي وحقلي علم السياسة وتقديمه للقارئ المغربي وللطلبة بالدرجة الأولى بشكل بسيط وبشكل بيداغوجي يسمح بتملكهم للمقاربات والمناهج المعتمدة وأيضا بتملكهم للمفاهيم المستعملة في هذا الحقل. وأنا شخصيا كنت جد سعيد باستقبال والترحيب الذي لقاه الكتاب لدى الباحثين ولدى الزملاء ولدى أيضا الطلبة الأعزاء الذين يعني أبانوا عن يعني ترحيب بهذا المولود الجديد، علما أن الساحة العلمية في المغرب لا زالت يعني الساحة الأكاديمية والعلمية في المغرب لا زالت تحتاج إلى المزيد من المؤلفات والكتب في مجال حقل العلوم الاجتماعية بصفة عامة وحقل علم السياسة بدرجة خاصة، علما أن هذا الحقل لم يستوفي بعد البحث فيه ولم يستوفي بعد يعني الاشتغال حول قضاياه المتشعبة ومعقدة. وأعتقد أن هذا الكتاب هو مساهمة لتبسيط هذا العلم وتقديمه للقارئ المغربي سواء كان أكاديميا أو قارئا مهتما بحقل السياسي لكي يستوعب أبعاده وتعقيدات أيضا هذا الحقل الأكاديمي والحقل العلمي. أحمد بجداد، كلية الحقوق، أجدال، الرباط، جامعة محمد الخامس. يأتي كتاب مقدمات في علم السياسة للأستاذ عبد الحميد بن الخطاب، كتابا مهما يساهم في إغناء البحث والمعرفة السياسية بالمغرب. الجامعة المغربية والطلبة المغاربة والباحثين كانوا في حاجة إلى هذا الكتاب الذي ينقسم إلى أربعة أقسام، يخصص القسم الأول والذي أخذ تقريبا نصف الكتاب إلى مناقشات نظرية وفكرية لعلم السياسة، كما يخصص الفصول الأخرى لباقي المواضيع التي تكتسي أهمية بالغة بالنسبة للعالم السياسي. مداخلتي كانت حول تطوير الدرس السياسي، بحيث أننا لم نجتمع كأساتذة العلوم السياسية لم نجتمع ونناقش مع بعضنا ما هي محتويات هذا الدرس، ما هي أهداف هذا الدرس، من يجب عليه أن يدرس هذا الدرس، وما هي الغايات والأهداف من الدرس، لأننا نربط جيدا بين تطور المعرفة السياسية والدرس السياسي وبين مستوى الوعي النخبة السياسية المغربية والوعي السياسي المغربي بصفة عامة، فكلما كان الدرس ضعيفا إلا وكان الوعي السياسي ضعيفا. الأستاذ أمين سعيد، أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس. اليوم مختبر الدراسات السياسية والقانون العام ينظم قراءة في كتاب مقدمات في علم السياسة لمؤلفه الأستاذ عبد الحميد بن الخطاب. طبعا يندرج هذا اللقاء أولا في إطار انخراط الجامعة بشكل عام وكذلك المختبر في مواكبة كل الأنشطة والكتابات المتعلقة بالعلوم الاجتماعية بشكل عام وبالمادة القانونية بشكل خاص. النقطة الثانية أيضا
ان هذه القراءه وهذه القراءه تدخل في اطار تقليد جامعي يتعلق بتقديم قراءه في كل الكتب التي صدرت حديثا وملامستها ودراسه الاشكالات التي تطرقت اليها. طبعا الكتاب كتاب المعنون بمقدمات في علم السياسه هو يهدف الى تاسيس منهج جديد للدرس في علم السياسه، وكما هو معلوم ان الدول الناميه والدول المتخلفه والدول الافريقيه والدول العربيه بشكل عام هي حديثه عهد بهذا التخصص المتعلق بعلم السياسه، خاصه الدول التي لها ماضي اليم والتي عاشت نوعا من التضييق في الحريات وفي كذلك في تدريس بعض التخصصات. ونحن نعرف أن الفلسفة عرفت تضييقا في سنوات السبعينات، وكذلك العلوم الاجتماعية التي تبحث في طبيعة الأنظمة السياسية. طبعا مداخلتي اليوم هي اندرجت حول قراءة عامة في محاور الكتاب، وتمحورت كذلك حول بعض الإشكاليات التي ما زالت اليوم تلامس ما يمكن أن نسميه بين قوسين بعلم السياسة المغربي. هناك خمس إشكاليات سأعطيها بشكل مختصر. الإشكالية الأولى وهي الفاعلون أو الجسم الذي يدرس اليوم علم السياسة في المغرب، هل هو متخصص أم غير متخصص؟ النقطة الثانية وهي تتعلق بعلاقة علم السياسة بالقانون العام اليوم في المغرب، هل علم السياسة اليوم هو تابع للقانون العام، حيث نجد اليوم الشعب في كلية الحقوق تحمل عنوان علم السياسة والقانون العام أو القانون العام وعلم السياسة. نجد اليوم شهادات الدكتوراه وشهادات الماستر والدبلومات هي معنونة بالقانون العام والعلوم السياسية، ونجد كذلك اليوم مباريات اليوم التي اليوم موجودة اليوم في المؤسسات العمومية والإدارات هي تطلب تخصص القانون العام والعلوم السياسية. بمعنى اليوم نحن نعيش نوعا من الازدواجية ونوعا من عدم الفصل بين القانون العام والعلوم السياسية، بعد أن عاشت الولايات المتحدة الأمريكية صراعات كبيرة لكي ينفصل علم السياسة عن كليات الحقوق. طبعا الإشكالية الثالثة التي أعتبرها مهمة وهو مستقبل علم السياسة، هل علم السياسة اليوم في المغرب قادر أن يقدم لصانع القرار خيارات وقادر أن يجود عمل سياسيين سواء المنتمين إلى المعارضة أو المنتمين إلى الحكومة؟ إذا عدنا مثلا إلى الولايات المتحدة الأمريكية سنجد أن رئيس الدولة، سنجد أن الكونغرس يعتمد على البحوث ويعتمد على الاستشارات بين قوسين التي يقدمها علماء السياسة. اليوم في المغرب النظام السياسي مثلا، المؤسسة الملكية، الأحزاب السياسية، هل تعتمد على البحوث وعلى الإنتاجات التي قدمها اليوم الباحثين في علم السياسة؟ اليوم مع كامل الأسف نلاحظ تراجع للمختصين وللمنتمين في هذا العلم، وهذا التراجع مرده أعتقد على حسب وجهة نظري البسيطة إلى سببين رئيسيين. السبب الأول هو أن اليوم التوظيفات اليوم التي تنتمي أو التي تطلقها المؤسسات العمومية والإدارية لا تطلب تخصص علم السياسة، مما جعل الباحثين اليوم في كلية الحقوق يختارون تخصصات أخرى داخل القانون العام وداخل القانون الخاص. والنقطة الثانية السياق الذي جاء به دستور 2011 جعل كل البحوث وجعل كل الدراسات تعود إلى البعد القانوني المتعلق بالدستور. وشكرا. شكرا أستاذ. بسم الله الرحمن الرحيم. الأستاذ رشيد المرزقوي أستاذ باحث بكلية الحقوق بفاس وعضو بمختبر الدراسات السياسية والقانون العام. اليوم يسرنا في مختبر الدراسات السياسية والقانون العام أن نستضيف ندوة أو لقاء أو جلسة علمية للتعليق على كتاب مقدمات في علم السياسة، وهو كتاب أنجزه وألفه الأستاذ الكبير الدكتور حميد بن خطاب، وهو أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق أجدال الرباط، وهو من المهتمين المعروفين بمجال علم السياسة.
طبعا اليوم نحن هذا الكتاب أردنا أن نقدم فيه مجموعة من القراءات من خلال مجموعة من الأساتذة المتخصصين في مجال علم السياسة، منهم أساتذة تابعين لمختبرنا وهم الأستاذ بن حمد حوقة والأستاذ أمين السعيد، ومن بينهم أساتذة آخرين جاءوا من كليات أخرى ليعلقوا على هذا الكتاب ويقدمون لنا نظرة عن أهمية هذا الكتاب. منهم أذكر الأستاذ أحمد بوجداد من كلية الحقوق أجدال الرباط، وأذكر كذلك الأستاذ سعيد خمري الذي هو رئيس شعبة القانون العام والعلوم السياسية بالمحمدية. طبعا هذا نشاط علمي عادي، في كل سنة نقوم بتنظيم مثل هذه الجلسات المهمة حتى يستفيد طلابنا وطالباتنا في الدكتوراه في سلك الدكتوراه من المستجدات في مختلف المجالات، أو حتى يطلعوا على المؤلفات بعض المؤلفات الجديدة ذات قيمة كبرى في المجال القانوني وفي مجال علم السياسة وفي مجال القانون العام، ليستفيدوا منها كمراجع ويستعينوا بها في أبحاثهم على مستوى الدكتوراه. ما تنساوش تابوناو في لاشين وتاكتيفيو الجرس باش يوصلكم جديد فيديوهات بيل بريس وتبارطاجيو مع صحابكم.